بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة هنتكلم فيه عن ري وتسميد نبات بنجر السكر. اتكلمنا في الحلقة السابقة يا جماعة عن طريقة زراعة بنجر السكر بالتفصيل، وكمان اتكلمنا عن كمية التقاوي اللي بيحتاجها فدان بنجر السكر والكثافة النباتية المثلى لفدان بنجر السكر، وكمان اتكلمنا عن العمليات الفنية الهامة اللي لازم تعملها عشان تاخد اعلى انتاجية وكمان تاخد نسبة سكر عالية في بنجر السكر اللي موجود عندك في المزرعة او في الحقل. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الري والتسميد. بنجر السكر يا جماعة من المحاصيل الحساسة جدا للمياه، فلازم تخلي بالك وانت بترويه. رية المحياة يا جماعة بتبقى في الأراضي الطينية بعد حوالي 12 إلى 15 يوم على حسب طبيعة الأرض اللي موجودة عندك، وفي الأراضي الرملية يا جماعة رية المحياة ما تعديش أسبوع، ولازم تدي رية المحياة بتبقى حوالي من 4 أيام إلى 5 أيام تبدأ تدي رية المحياة، لأن في الأراضي الرملية يا جماعة والأراضي الخفيفة التربة بتصرف المية بشكل كبير جدا، وممكن البذرة تفقد رطوبتها وتجف قبل ما تطلع الورقة الفلاقية بتاعتها. تمام. طيب نيجي بقى يا جماعه للري بتاعنا، بيبقى كام ريه لبنجر السكر في الاراضي الطينيه يا جماعه؟ بيبقى حوالي من 7 الى 10 ريات على حسب طبيعه الارض اللي موجوده عندك، وفي الاراضي الرمليه من 12 لغايه 17 18 ريه على حسب برضو طبيعه التربه اللي موجوده عندك ومدى صرفها للمياه. وري محصول البنجر يا جماعة دايما بيبقى على الحامي، يعني تروي بسرعة وتصرف المية بسرعة، ده بالنسبة للري. تركز يا جماعة عشان الموضوع ده مهم جدا. نيجي بعد كده يا جماعة لمرحلة التسميد. ايه محصول البنجر بيحتاج عناصر غذائية ايه بالظبط والكميات ايه؟ محصول البنجر يا جماعة يحتاج إلى جميع العناصر الغذائية، يحتاج إلى العناصر الكبرى والعناصر المتوسطة والعناصر الصغرى. العناصر الكبرى يا جماعة ودي الأساسية عندنا اللي هم النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. طب بيحتاج قد إيه نيتروجين وبيحتاج قد إيه بوتاسيوم وبيحتاج قد إيه فوسفور؟ بيحتاج نبات البنجر السكر يا جماعة إلى حوالي من 70 إلى 100 وحدة أزوت على حسب برضو طبيعة التربة اللي موجودة عندك ومدى توافر العناصر الغذائية اللي موجودة فيها، وكمان هل انت حاطط سماد عضوي كمية كبيرة ولا لا. يبقى بيحتاج من 70 الى 100 وحدة ازوت اقصى حاجة، كمان بيحتاج من 30 الى 50 وحدة فوسفور، كمان بيحتاج من 40 الى 50 وحدة بوتاسيوم. الفوسفور يا جماعة انت بتستخدمه مع الخدمة الكيماوية اللي بتضيفها في التربة قبل الزراعة عن طريق سوبر الفوسفات. بالنسبة للازوت يا جماعة تحسب الوحدات ازاي؟ يعني النبات عندك مثلا محتاج ل 100 وحدة ازوت خلال مراحل النمو بتاعته كاملة. مبدئيا كده يا جماعة قبل ما ندخل في التسميد عايز انبهك لحاجة مهمة جدا. لما نبات بنجر السكر يوصل عمره ل 90 يوم ممنوع انك انت تسمد ازوت نهائيا. لو سمدت ازوت يا جماعة هيعمل لك مشاكل كبيرة جدا. الازوت بيقلل من امتصاص عنصر البورن اللي مهم جدا جدا في بلورة السكر، يعني نسبة السكر هتقل معاك. يبقى لما النبات يوصل لعمر 90 يوم ممنوع انك انت تسمد ازوت خالص. تمام. الدفعات الازوت يا جماعه اللي هتضيفها ضيفها على 3 مراحل في خلال مراحل النمو الاولى على 3 دفعات قبل ما النبات يوصل لعمره ل 90 يوم. تحط دفعه مثلا مع ريه المحياه، ممكن تحط دفعه مع ريه المحياه، وممكن تحط دفعه بعد مرحله الخف مباشره، ودفعه بعد الريه اللي بعد مرحله الخف. ده بالنسبه للازوت. وقلنا يا جماعه تحسب الازوت ازاي؟ لو انت محتاج زي ما قلت لك محتاج 100 وحده ازوت هتبدا تحسبها. لو انت بتسمد او المصدر بتاعك مثلا يوريا، مكتوب على اليوريا يا جماعه وعلى شكاره اليوريا مكتوب عليها 46.5% ازوت، يعني كل 100 كيلو يوريا بيحتوي على 46.5 كيلو نيتروجين. ده يا جماعه بالنسبه للوحدات، ونفس الحكايه برضو بالنسبه للفوسفور وبالنسبه للبوتاسيوم. ده بالنسبه للتسميد. نخلي بالنا يا جماعه من بعض الحاجات الهامه جدا في التسميد. مهم جدا انك تاخد بالك من العناصر الصغرى وخاصة عنصر المنجنيز في المراحل الاخيرة. المنجنيز يا جماعة من العناصر الهامة جدا، هيرفع لك نسبة السكر في النبات. كمان يا جماعة مهم جدا عنصر البورون، اوعى تهمل عنصر البورون يا جماعة، لان عندك ظاهرة خطيرة جدا في محصول البنجر بتنتج عن طريق نقص عنصر البورون، وهي ظاهرة القلب الاجوف في بنجر السكر.
وخلي بالك يا جماعه ان انت لو زودت الازوت زياده عن اللزوم هيقلل لك، هيظهر على النبات نقص عنصر البورون، لان زياده الازوت يا جماعه بتضاد عنصر البورون، تضاد امتصاص عنصر البورون. وتقدر ترجع للحلقه بتاعه تضاد العناصر اللي احنا شرحناها قبل كده، وبرده هسيب لك الفيديو بتاعها في حرف الاي لو انت حابب انك انت ترجع لها. طيب تخلي بالك يا جماعه كمان من بعض الحاجات الهامه اللي هتزود معاك الانتاج. رقم واحد يا جماعه الكثافه النباتيه، زي ما قلنا الكثافه النباتيه المثلى لمحصول بنجر السكر او للنباتات اللي موجوده في الفدان بتبقى حوالي 30,000 نبات في الفدان، ممكن توصل لغايه 35,000. كمان يا جماعه الزراعه الافضل بتبقى على خطوط مش على مصاطب، ونركز قوي في الكلمه دي، الزراعه الافضل يا جماعه بتبقى على خطوط. كمان يا جماعه نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا، عدم زياده الازوت، عدم زيارة يا جماعة الأزوت. وبكرر وبعيد الكلام على النقطة دي عشان النقطة دي مهمة جدا، عدم زيارة التسميد الأزوتي. التسميد الأزوتي يا جماعة هيديلك مجموع خضر كبير جدا على حساب المجموع السمري أو على حساب حباية بنجر السكر، كمان هيقللك من نسبة السكر في النبات. طيب نيجي بقى يا جماعه كمان لنقطه مهمه جدا، عنصر البوتاسيوم يا جماعه، الزياده في تسميد عنصر البوتاسيوم ممكن تعمل لك برده مشكله كبيره في نسبه السكر اللي موجوده في النبات. في بيبقى صعب جدا يا جماعه استخلاص السكر لما بيكون في نسبه بوتاسيوم عاليه، فتخلي بالك يا جماعه برده من البوتاسيوم. يبقى انت لما بتيجي تبدا تسميد يا جماعه هتسمد جميع العناصر الغذائيه، هتسمد نيتروجين، تسمد في تسمد بوتاسيوم، تسمد العناصر الصغرى حديد وزنك ومنجنيز ونحاس وبورهم والبدينيوم. كمان يا جماعه تسمد برضو كبريت، تسمد كالسيوم، تسمد مغنيسيوم، العناصر دي من العناصر مهمه جدا، وحاول انت تسمد كل الكلام ده يا جماعه في جميع في مراحل النمو الاولى. ريه الفطام يا جماعه، او انت بتصوم على البنجر امتى؟ بتصوم على البنجر يا جماعه قبل التقليع بحوالي من 20 الى 30 يوم او 35 يوم على حسب طبيعه التربه اللي موجوده عندك، من 20 الى 35 يوم على حسب طبيعه التربه اللي موجوده عندك. وعند زي ما قلنا يا جماعه عند عمر قبل ما تقلع بحوالي 30-35 يوم وقف التسميد خالص، ما عدتش تدي للنبات اي حاجه ولا تسمد ولا ترش من فوق على عمر 30 بعد قبل ما تقلع بحوالي 30 يوم. ممكن ترش بورون وكالسيوم، ممكن ترش يا جماعه بورون وكالسيوم في خلال الفتره دي، اي سماد ثاني يا جماعه سواء كان بوتاسيوم او ازوت او اي سماد ثاني او اي عنصر من العناصر ما تسمدوش على النبات عشان ما يعملكش مشاكل في نسبة السكر اللي موجودة في النبات. كده يا جماعه اتكلمنا عن كل حاجه، اتكلمنا عن الري، اتكلمنا عن التسميد، اتكلمنا عن العناصر الهامه والضروريه لنبات بنجر السكر. نخلي بالنا من عنصرين مهمين جدا يا جماعه المحصول بنجر السكر، وهو عنصر المنجنيز هيفرق معاك كتير جدا يا جماعه، وعنصر البورون. طيب بكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتمنى ان اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.